putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said. ما زال تبادل الاتهامات على أشده بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول مصدر انتشار جائحة باتت تؤرق العالم ولا تزال تحصد أرواح الآلاف منهم يوميا. كان يمكن لأزمة فيروس كورونا المستجد أن تنتهي في الصين كما بدأت، لكن تهاون السلطات حولها إلى أزمة صحة عالمية وفق تصريحات السفير الأمريكي لدى بكين المنتهية ولايته تير برانستاد خلال حوار مع شبكة CNN الأمريكية، والتي دعا فيها إلى ضرورة محاسبة بكين لتسترها على الفيروس وتقليلها من خطورته. في المقابل طالبت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها هوا تشون يانغ أمريكا بالتخلي عن كيل الاتهامات والتهرب من المسؤولية خلال الأزمة. تصريحات تشون يانغ جاءت بعد أيام من تصريحات أخرى للبروفيسورة السابقة في كلية هونغ كونغ للصحة العامة لي مينغيان، والتي أكدت أن الفيروس قد تم تصنيعه في مختبرات ووهان. وفيما يبدو أن جدل الدائرة والاتهامات المتبادلة بين الدولتين الكبيرتين تتعدى جائحة كورونا رغم الآثار الصحية للأزمة، إلى حرب اقتصادية بين بكين وواشنطن، فعالم ما بعد كورونا يتشكل، وعلى الجميع أن يتأهب من الآن في معركة حرب تكسير العظام كما يصفها مراقبون، والتي بدأت منذ فترة وبلغت ذروتها مع تفشي الفيروس. فهل يقع المحظور ويصطدم العملاقين النوويين؟